ينضم معنا من اسطنبول للحديث عن اعتقال القوات الحكومية والميليشيات 4 من نساء الأنبار في محافظة صلاح الدين عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. سيد عبد الحميد، بداية أهلا بك. بالأمس تشتم أم عراقية ويعتدى على ابنها الفتى في بغداد، واليوم تكشف الأنباء عن اعتقال القوات الحكومية في سامراء 4 نساء من الأنبار، وكذلك اعتقال أطفالهن وإخفاؤهم جميعا منذ 20 يوما. ما هو توصيفكم لما يجري في العراق حاليا بعد هذه الأحداث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. للأسف هذه الحكومات يوما بعد الآخر تتسابق مع نفسها لإحراز سبقي في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. لم تقدم هذه الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال إلى الآن، لم تقدم شيئا إلا هذه الانتهاكات اللي هي المتنوعة والمتصاعدة كما ونوعا. هذه أخلاقيات بعيدة كل البعد عما اعتاده الشعب العراقي، وهذه الانتهاكات هي مخالفة لكل الأعراف ولكل القوانين ولكل العادات ولكل القيم، لكن مع الأسف لا نرى هنالك أي حساب، ونرى أن هذه الانتهاكات في تصاعد واستمرار، ولا يوجد هنالك لا حساب داخلي ولا حساب خارجي من المجتمع الدولي للأسف. سيد عبد الحميد، يتساءل كثيرون ما الذي يؤخر الحكومة الحالية من اتخاذ إجراءات ضد المختطفين وإعادة المختطفات وكذلك أبنائهن إلى عائلاتهم؟ بأي ذنب اعتقلوا؟ يعني للأسف ربما البعض حينما يتساءل مثل هذا التساؤل يظن أن هنالك فعلا حكومة تريد تحقيق العدالة وتريد تحقيق ما تعلن عنه من إجراءات إصلاحية كما يسمى، أو محاسبة بعض المنتهكين. للأسف الحكومة اليوم، حكومة الاحتلال الحالية، هي امتداد للحكومات السابقة، وهم كلهم منظومة واحدة، الميليشيات، الأجهزة الميليشياوية براياتها الميليشياوية المعلنة، مع الأجهزة الأمنية الحكومية الرسمية، مع الأجهزة الجهاز السياسي والتنفيذي، كلها هم منظومة واحدة ويتستر بعضهم على بعض، لأنهم كلهم في مركبة واحد، مركب العملية السياسية التي أمنت لهم الغطاء لارتكاب هذه الجرائم، سواء انتهاكات على الإنسان، حقوق الإنسان، أو انتهاكات على المال العام ونهبه في العراق. نعم، هذه الانتهاكات باعتقادكم إلى أي مدى تؤكد عدم رغبة الحكومة بالحل في العراق، وقد أعلنت موعدا لانتخابات قادمة؟ هل هذه هي الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة؟ يعني بات الشعب العراقي يدرك يقينا أن ليس كل ما يعلن هو يراد حقيقة، بل بات الكثير من أبناء الشعب العراقي على يقين أن الذي يعلن في الإعلام وغيره إنما هو فقط لتغطية على الجرائم ومحاولة أخرى من محاولاتهم الكثيرة والمتعددة لخداع الشعب العراقي. هنالك تكامل بين هذه الجرائم، جرائم الفساد المالي وجرائم الانتهاكات، فهؤلاء يحمل هؤلاء، هذه الميليشيات هي تحمي الفاسدين، والفاسدون السياسيون يحمون هذه الميليشيات، فكل يكمل بعضه وكلهم في مركب واحد، مركب الجريمة ضد أبناء الشعب العراقي الذي ذاق الأمرين وذاق كل المآسي منذ عام 2003 حتى الآن. نعم، سيد عبد الحميد، بحسب تقديراتكم هل ثمة آليات يمكنها رد الاعتبار اليوم لهؤلاء المختطفات وأبنائهن والفتى الذي اعتدي عليه بالأمس؟ وهل تعتقد أن العراقيين لا تزال لديهم يعني ثقة بهذه العملية السياسية؟ يعني قالها الشعب العراقي، قالها في ساحات التظاهر منذ أكثر من 7 أشهر، أكثر من 9 أشهر اليوم في ساحات التظاهر، أنهم أعلنوا رفضهم لهذه العملية السياسية ولكل القائمين عليها، وأن رفضوا حتى هذه الوجوه المتبدلة. القضية اليوم هي قضية لا بد من إجراء جذري، يعني الحلول الترقيعية وإقالة شخص أو استبدال شخص بآخر لن تجدي نفعا ولن تحل ولن تعيد الحقوق لأهلها. لا بد من إجراء، من حلول جذرية، إجراءات أساسية لإعادة حقوق الشعب العراقي كاملة، وليس بهذه الخداعات التي يراد منها التغطية على هذه الجرائم وغيرها.
في سؤال الأخير، ماذا عن الأمم المتحدة دكتور وبعثتها في العراق؟ ما المانع من تدخلها لإنقاذ النسوة المختطفات والمطالبة بإيقاف اعتداءات وجرائم القوات الحكومية والميليشيات في البلاد؟ للأسف المجتمع الدولي بأجمعه مقصر في هذا الجانب، ومنها بعثة الأمم المتحدة في العراق. هنالك تواطؤ بين هذه البعثة في العراق مع الحكومة الحالية والأمم المتحدة في مقرها العام، والأمين العام للأمم المتحدة بات على يقين بهذه الجرائم وهذه الانتهاكات، لأنه هذه الجرائم وثقت توثيقا رسميا، عفوا توثيقا مهنيا، من قبل العديد من المنظمات التي لها ثقل ولها مصداقية، ولذلك لا يمكن اليوم إنكار مثل هذه الجرائم. لكن إلى الآن لم نرى تحركا على أرض الواقع للضغط على هذه الحكومة أو للمجتمع الدولي عموما لمنع هذه الانتهاكات والضغط على الحكومة الحالية لإعادة الحقوق لأصحابها. ننتظر تحركا على أرض الواقع وليس اكتفاء ببعض التصريحات الخجولة هنا وهناك. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق باسم هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.